التدريبات هاي اللي احنا اخذناها هي بتلقي الضوء على اهم مزايا القادة واهم المواصفات التي يجب ان تتوفر بالقائد. في امور يعني تخلق مع الانسان بحاجة انه يصقلها ويطورها ويعرف امكانياته لحد يقدر يدير عمله مع فريقه بمهارة وكفاءة. الدورة لغاية الآن كانت جداً مفيدة وبالفعل طورت مهارات القيادة، أعطتنا معلومات كتير قيمة ومفيدة عن الجوانب الإيجابية الموجودة لدينا والجوانب الأخرى اللي إحنا كان يعني بحاجة لنكتشفها ونطورها في مهارات القيادة. هاي الدورة تدريباتنا تلقيناها مع ياري، هو كشخص طبعا كمدرب معروف إمكانياته ومهاراته، وكان بالفعل يعني مدرب سلس وأوصل المعلومة بشكل سهل. هي مرحلة متقدمة من تطوير مهارات القيادة بحيث أنه الشخص اللي بيحصل على هاي الدورة بصير قادر أنه ينقل المهارات اللي اكتسبها لزملائه.